make the ground shake. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شباب مساكم بخير، عساكم تمام. معكم اخوكم ايزي، واليوم جايب لكم الحلقة الثامنة من طور المهنة من لعبة فيفا 18. طيب باب، اليوم عندنا اربع مباريات جدا قوية صراحة. اليوم عندنا يا حبيبي اول مباراة وست بروميتش البيون، بعدها واتفورد، بعدها ليستر سيتي، وراح نختم بيرلي اللي هو صراحة يعني اقرب واحد لنا المركز الثاني، وكذا يصير خلصنا من الدور الاول، من الدور الاول حق الدوري. اخر مباراة عندنا ضد بيرلي. طيب يا شباب، بالنسبة للدوري احنا الحمد لله لساتها بالمركز الاول، 16 مباراة، 15 فوز الحمد لله، تعادل واحد ولا هزيمة، 48 هدف. وانا ان شاء الله هدفي من ناحية الاهداف اجيب اكثر من 100 هدف، من ناحية انه الاهداف اللي تجي فيني ما يجي فيني اكثر من 20 هدف. واقرب واحد لي يعني تشيلسي، يعني تشيلسي وبيرلي تقريبا هم اقرب اثنين لي، والفرق بيني وبين تشيلسي 10 نقاط، وان شاء الله اقدر اوسع الفرق اكثر واكثر، وبيرلي باذن الله اقدر اشيله من السباق حق الصدارة، اني اباري اليوم وراح اهزمه باذن الله. طيب يا شباب، يا ليت يا شباب قبل ما نبدا تضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب وتدعموني وتنشرون المقاطع حقتي، وخلونا دحين يا شباب ننطلق لاول مباراه عندنا اليوم ضد وست بروميتش البيون. فخلونا نبدا يا حبيبي، خلونا نبدا. سلام. Creating chances, the home team, when they have, they've been flushed. Jai, Jai, the header, inshallah, Jai. I wonder whether they're going to be able to do something better here. Griezmann. Pogba. Now Casemiro. Bale. Casemiro. Ya Allah. Simple save. Hello, hello, Casemiro. Deep, he lays it off and they play from there. Griezmann. Ah, Allah. Hey, Pogba. سلام عليك ابو البقبة. ايش تسوي يا مجنون، ايش تسوي يا بوت؟ سلام عليك يا بطل دخية، ايش ذا يا بوت يا مجنون؟ Pogba. Now with Lukaku. Pogba. Ooh, Pogba. Ya Allah. Yalla yalla, inshallah نعوض. Now this is an interesting attack. Turn pass. Put into the middle. Only partially away from danger. He's gone for the volley. What they were. Well, they played with the traditional swagger of the Manchester United side. They played with width and pace, and it's been a joy to watch. Hey, la, ya Lukaku, ya Allah. That's really the way. Impressive attacking play here from Manchester United. And here's the shot. Griezmann defend. For placement, got his bearings wrong. He can win it here. Ya salam alayka, Grizo. A great moment for his team. He's put them in front. Well, the best players step up at the vital. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Assalam alaikum, shabab. أهم شيء ثلاث نقاط. الحمد لله أننا فزنا شباب. أوكي يا شباب، دحين عندنا مباراتنا الثانية اليوم راح تكون ضد واتفورد. والله الفرق الصغيره ذي صراحه يعني انا جدا صراحه اشيل همها، جدا مثال يعني شفت واتفورد يعني بالقوه صراحه فزت عليه، وان شاء الله صراحه اللي هو قصدي معلش وست برومش بالقوه فزت عليه، فان شاء الله شباب نكمل على سلسله الفوز هذه، وباذن الله الدوري راح نحسم بدري، وان شاء الله ما راح نهزم اي مباراه. طيب يا شباب خلونا ننطلق اليوم لمباراتنا اليوم الثانيه ضد واتفورد، خلونا ننطلق بسم الله.
United. I think they're a good side, you know. They play very good forward play from them. Lukaku. And here's the shot. Oof, the يلا يلا ان شاء الله بيجي هدفنا بيجي. يا بطل مختريان يا شيخ بالزاويه المقفله والله يلعب فنان صراحه جدا جامد صراحه مختريان في فيفا 18 يا راجل ما في فرابل بوتينغ فالنسيا مانشستر يونايتد putting this attack together well يا فنان شوت يا الله يا مختريان مختريان يا بطل يا شيخ all the prospects here are of more goals Pogba Romelu Lukaku. Lukaku! Allah! Best save probably of the day. We haven't quite seen his A game, have we, up to this point? No, redeemed himself a little bit there. He's had butter fingers quite often, but safe hands there. Pogba. Mkhitaryan, it's opened up for him. Mkhitaryan! قريب من الهاتريك. He's gone for Pat. Let them support and really done all aspects of his job. يا رشفورد يا رشفورد من اول لمسه يا سلام عليه. Talk about a dramatic appearance there from the substitute. Tactical reasons. Lukaku. يا الله. Martial with Ander Herrera again. Lukaku. Manchester United chance. He's got his head up looking at the options here. Ander Herrera. يا مارسيال السلام عليكم يا عيال اربعه انتوني مارسيال روح روح لينغارد هيا هدفك يا لا لينغارد كويسين يا شباب الحمد لله اوكي يا شباب زي ما شفتوا مباراتنا الثانيه اليوم كانت فوز الحمد لله وان شاء الله نكمل على الفوز زي كذا الحمد لله لساتنا بالصداره وفريق كبير الحمد لله وغريزمان فريق كبير متصدر فدحين عندنا مباراتنا الثالثه اليوم ضد ليستر سيتي فخلونا يا شباب ننطلق ونبري ليستر سيتي plays with Casemiro in the center of the pitch in attack Romelu Lukaku start oof yes Terry Lukaku ya wahsh here's Gray in the other match between the two clubs alhamdulillah تبين يطلع ذا يبور هذا حق شبيلي لا يا شيخ يا الله على الاخطاء الغبيه السلام عليك دخيل down now it's going to add to the thrills a few spills possibly but it normally does doesn't it and I always used to like السلام يا غريزو السلام عليك غريزمان التعادل يجي يا حبيبي يعني يجي يا مجرم يا مات يا الله يا شباب شوف العرض الثانية ان شاء الله يا مهم فايزين باذن الله يا الله والله ضغط لا يا الله حلوين يا شباب حلوين شوفوا كم شباب الاستحواذ يعني 5 شوتات 4 على الباب 64 استحواذ والله هو هدف بغبي غلطه بس ان شاء الله فايزين فايزين لا والله مره اللعيبه تعب تعال راشفورد تعال لينغارد يا
يا ماتا يا ماتا حظ يا ماتا يا الله. عمري عليك لوكاكو. شق شق زيما ما راح نهزم بإذن الله. Gets his cross in, put away, but not out. Simple save for David De Gea. Aku, Rashford with the ball now. Change of direction, infield. Griezmann. Ya salam alayka Griezmann. Qalabna alayhum qalb. Bottle Griezmann, a bottle. We'll look at what Alan. Maybe he's half. Now Rashford. يا سلام عليك فاتت كلبناه عليهم صح. يا ود لو اوريك. يا سلام عليك لوكاكو. اوكي شباب، اليوم عندنا مباراتنا الرابعة والأخيرة ضد بيرلي. زي ما شفتوا قبل شوي برينا ليستر، صراحة يعني رومتادا كانت جدا قوية مني. ليستر أبدا ما كان خصم صعب صراحة يا شباب. شوفوا طلع لو تلاحظون يعني دحين اللعيبة صراحة ارتاحوا، سكر المباريات اللي قبل صراحة كانوا جدا 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 يعني تعبانين وطاقاتهم جدا منخفضة، فدحين إن شاء الله أفضل. وقرث بيل عندي جاته إصابة، فان شاء الله انه يرجع لها والله لسه ان شاء الله انه اصابته مي مطوله. طيب يا شباب، الحين عندنا بيرلي اخر مباراه عندنا بحلقتنا اليوم. وبيرلي والله من بدايه الموسم وهو يعني قاعد يشوفه يا الثاني يا الثالث، المهم قريب، فلازم صراحه نهزمه عشان عارفين كيف نطلع من السباق حق الصداره. فخلونا يا شباب ننطلق لمباراتنا الاخيره اليوم ضد بيرلي. Side, you know, they played very well in that away victory against Lesnar. Mkhitaryan, well, I like the look of this attack. Oof, يا ساتر على الصد. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. You'd be very shocked if Manchester United don't get the win here today. يا بوجبا، يا سلام عليك يا بسيو بول بوجبا. وقوة وقوة بوجبا، يا بوجبا الله على الحارس. يا جريزو، لا الباب قدامك يا جريزمان. Anthony Martial. يا الله شيلو كاكو امشي. يا سلام عليك جريزمان، هدفك هدفك يا جريزمان يا بطل. تدخيه تخش في الكوبري من جدك. يا مارسيال جول، مشيت معاك بس لكنها جول الحمد لله. اها حكمتك كملت. يلا حلوين يا شباب، ثلاثة مرة كويس. اوكي يا شباب، زي كذا وصلنا لنهاية حلقة ما شفتوا اليوم. الحمد لله لعبنا أربع مباريات كانت كلها فوز، وطرنا بالصدارة وخلصنا الدور الأول يا حبيبي الحمد لله من غير أي هزيمة. فزنا على الفرق كلها ما عاد السبيرز توتنهام، تعادلنا مع 0-0، وإن شاء الله أول هدف من أهدافنا إننا نجيب الدوري من غير أي هزيمة بإذن الله. طيب يا شباب، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب وتدعموني،
وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.